السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هقول لكم ازاي تصمموا صورة زي اللي انتوا شايفينها الجميلة بدون خبرة بدون اي شيء. بص، الموضوع اسهل مما تتخيل. انت هتسمعني، لو لقيت الفيديو طويل سنة فما تفكرش ان في حوارات وكده، لا تلاقيه بس عشان خاطر يعني ايه عقبال ما احط الصورة مش عارف ايه. بس اما غير كده الموضوع سهل خالص، انت هتخرج تنفذ اللي انا عملته ده كله في 3 دقايق بالكتير خالص ان شاء الله. ركز معايا وان شاء الله هتخرج من الفيديو ده وانت مصمم صورة زي دي، صحابك هيتجننوا انت عملتها ازاي. يلا بينا يلا بينا. اول حاجة يا جماعة، نزل برنامج اسمه بيكس ارت، هتلاقي رابط البرنامج ده في الديسكريبشن، او لو عاوز تنزله مدفوع نزله، انا هحط لك رابط اللي هو العادة في الديسكريبشن اللي كنا بنستخدمه. تمام، هندخل عليه. تمام، هيفتح معاك بالوكة دي، تضغط على علامة الزائد. تمام يا حبيب قلبي، وبعد كده تضغط على عرض كل الصور وتختار الصورة اللي هي الغلاف. تمام، أنا هختار الصورة. تمام، الصورة دي طبعا هتلاقي الرابط بتاعها في الديسكريبشن. انت أول ما بتدخل البرنامج بتضيف دي أول حاجة. تمام، هتلاقي الرابط بتاعها في الديسكريبشن عامة. تمام، وبعد كده هتضغط على حاجة اسمها إضافة صورة. تمام، إضافة صورة. تمام يا حبيب قلبي، هتضيف الصورة اللي انت هتصورها زي كده او تخلي اي حد يصورها لك. تمام، نفس الشكل كده. وهتعمل ايه بعدها؟ طبعا انت هتنزل النسخة اللي هي في المتجر، هتضغط على قطع، والصورة انت ضغط عليها اهي قطع، وبعد كده تختار الفرشاة. تمام يا حبيب قلبي، وتصغر الحجم وتخلي كلمة الصلابة دي كبيرة كده، تصغر الحجم كده وتقرب كده، هتبدأ كده. بص، تحدد كده على الايه اهو، تحدد كده. المهم ان انت تحدد باللون الاحمر، تظلل الشخص فقط. تمام تمام يا حبيب قلبي، ظلل الشخص فقط. طبعا انا ممكن دلوقتي اشيل لك الخلفيه اللي ورايا واطلع الشخص لوحده لان البرنامج اللي معايا مدفوع، بس انا عاوز اعرفك البرنامج اللي في المتجر ما فيهوش اللي هو ان انت تشيل الخلفيه نوبه واحده كده، لازم تفضل تمسح. فانا هفضل امسح معاكم لحد، وتكبر طبعا هنا الحجم عشان تملى على طول اللي هنا اهو، صغر شويه. المهم ما تسيبش حاجه ما تعملهاش، تعمل كله. قررت بالخطأ، معلش. تمام، انت بتفضل تعمل كله لحد ما بتطلع مع، بعد ما بتخلص خالص بتطلع معاك النتيجة كده، بتضغط على علامة المسح اللي فوق وتصغر الحجم شوية وتخلي الصلابة قوية كده، وتقرب بقى الحتت اللي هي الزيادة دي، تبقى طبعا وارد الصورة مش تطلع معاك بالظبط، يعني لازم يبقى في حتة زيادة اللي هي البيضة دي. انت بتفضل بقى تمسح. تمام اهو، تفضل تمسح اهو، تفضل تمسح كده اهو. تمام، والصورة هتطلع معاك جميلة، اللي هيشوفك هيقول لك ده انت فوتوشوب فوتوشوب يعني. يعني هيقول الصورة روعة 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 يعني. تمام، هتفضل تقرب كده تشوف هنا اي خطأ، هنا زي هنا كده اهو، يعني انا شلت صبعي. تفضل تقرب. تمام، لقيت الصورة تمام خلاص، اضغط على علامة صح مرة واحدة، صغر الصورة تحطها هنا عند السواد كده. تمام يا حبيب قلبي، بالظبط كده، على بركة الله. فيك أي شيء يا صورة؟ فيك أي شيء يا صورة؟ بتقولي لأ مفيش، مفيش إلا حتة صغيرة عمورة أهي، ممكن تشيلني؟ هشيلك يا ست ولا تزعلي نفسك أهي. نصغر الحجم وأشيل صبعي. أنا بكلم الصورة يا جماعة، بنسأل نفسنا بس. تمام، اضغط صح، يعني ممكن نكبر سنة يعني، ممتازة أوي كده، حفظ.
تمام يا حبيب قلبي، تضغط اضافة صورة تاني برضو، هتضيف الصورة دي كمان، الأداة دي هتلاقيها في الديسكريبشن، هتكبرها كده، هتكبرها كده اهو تمام، يعني مش قوي خلاها كده تمام، اضغط على علامة اللي هو الشعاع ده تمام، يعني تخليها حلوة كده تمام، وهتضغط على الصورة وعلامة المسح اللي فوق اهي، كلمة مسح اهي، تصغر الحجم كده، هتقرب هنا تيجي تمسح انت اللي هو الزايد ده كده بس تمام، على بركة الله وتديله صح تمام. هنرجع نضيف صورة تاني اللي هي الصورة دي، الأداء دي يا جماعة اهي، هتحطها في القلب هنا كده، هتكبرها تمام، تخليها كده حلوة أوي كده، يعني مش أوي خليها كده، والشفافية خلي 75 وممتاز أوي، واديله حفظ كده، صورتك خلاص. بس محتاجة شوية تظبيطات. ايه هي أول حاجة هتعملها؟ تضغط على تأثيرات. ممكن تعمل التظبيطات ده على فكرة من ال، لو معاك ايفون هيبقى ممتاز أوي، لأن أنت ممكن تعمل التظبيطات دي، التعديلات بتاعت الألوان من الايفون، هتبقى حلوة أوي من بيكس ارض، يعني مش اللي هي أوي. واختار اتش دي ار مثلا، واختار ضبابية مثلا 6%، غير واضح مثلا خلوها 16، اشباع مثلا نخليها 31، ديت نخليها 37، وهديله حفظ، وارجع تاني تأثيرات. ممكن تعمل التعديلات دي من موبايلك يعني، وهنا نختار مثلا اللي قبل الأخيرة دي كده، لا احنا عاوزين حاجة تكون ايه، الله دي جميلة بس مشكلة ابيض في اسود، لا مش عاوزين ابيض في اسود، دي جميلة برضو بس ابيض في اسود برضو، المهم ان احنا عاوزين نوصل للالوان المظبوطة. انا قلت لك ممكن تعمل الالوان دي من جهازك، بس انا عاوز ايه اوريك، يعني هدخل على بسيط مثلا، واختار على سبيل المثال دي كده وحلوة كده، وبعد كده هتدخل على تدخل على ملصقات، وتكتب هنا مثلا ايه دعاء مثلا، دعاء مثلا، اللهم ارزقني حسنا الخاتمة تمام. معجبكش مثلا شكل الدعاء اللون يعني، فاحنا ممكن ايه نختار لون مقارب، يعني مثلا زي دي كده مثلا هنا، وخفف عني يا الله، دي زي الصورة في الصورة المصغرة تمام. لو عاوز تضيف مش عاوز براحتك، واضغط حفظ تمام، حفظ. عاوز بقى تظبط الوانها ممكن من الجهاز بتاعك، وهوريك ازاي كده. خلاص صورتنا اتحفظت، ندخل على الجهاز، الصورة اتحفظت من معه، تضغط على تحرير ضبط، تبتدي انت لو عاوز تظبط هنا الالوان، هنا افضل من البيكس ارت يا جماعة الالوان، حسب جهازك طبعا، تفضل انت تظبط في الالوان كده انت وخيالك يعني تمام. تظبط معاك اول اول الالوان من هنا وظلال تمام، وبعد كده هتختار مقارنة، دي اللي احنا عملناها، دي الالوان الجديدة اللي انت تعجبك اعملها، ولكن انا بقول اللي انا عملتها يعني افضل، لونها قافل شويه. انت بقى عاوز توضح شكلك، عاوز كده، المهم ان الصوره انت خلصتها، الحته دي سهله يعني. وبكده شرح النهارده انتهى، هتلاقي الصوره، رابط الصور في الديسكريبشن، والصوره ديت انت اللي هتصورها، تخلي حد يصورها لك تمام، كل حاجه هتلاقيها في الديسكريبشن. وبكده شرح النهارده انتهى، اشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.